السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم احبتي من جديد، ما زلنا مع قناه تفسير الاحلام مع اخيكم اسماعيل الجعميري. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه. ايها الاخوه الكرام، النهارده هنتكلم عن دعاء الزواج. اللهم ارزقني بزوج صالح تقي نقي عاشق لله ولرسوله ناجح في حياته، اكون قره عينه ويكون قره عيني. اللهم إني أسألك زوجا صالحا ممن ترضاه من الرجال عندك، وممن تقر به عيناي وعيناه تقربني إليك. اللهم اشرح صدور أولاد آدم وبنات حواء. يعني جميل جدا الإنسان يدعو له ولغيره. اللهم ارزقني الزوج الصالح الذي تحبه وترضاه. اللهم إني أسألك بعزك الذي لا يرام، وبملكك الذي لا يضام، وبنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، أن ترزقني الزوج الصالح الذي تحبه وترضاه لي، وارزقني منه بالذرية الصالحة الطيبة. يا رب ارزقني ولا تحرمني، واسترني ولا تفضحني، وعني وحصني في الدنيا والآخرة، واكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك. يا رحيم يا قادر يا ذا الجلال والإكرام، إنك ولي ذلك والقادر عليه. انتظرونا في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.